أنا نازح من الشمال للجنوب، فتبلغنا بإصابة أولاد عمنا، هو ابن عمي، هو وأمه وأبوه وأخوه، كلهم هذول قاعدين في الأماكن الآمنة اللي بدعوا إنه أماكن آمنة. هذه أماكن موت، مش أماكن آمنة. وهذا إجرام، هذا إجرام بحق البشرية. وكل العالم تتفرج علينا، وكل الأمة تتفرج علينا، على الوحشائيين اللي بيسوون فينا اليهود والصهاينة. هذا كله موت، كل يوم ضربات، كل يوم كل يوم كل يوم بيدوا فينا في شعبنا إبادة، يوميا بننباد. احنا قاعدين في امان الله، اسمها دب، ناس في الشارع بتترمى باي ذنب؟ هذا ايش عمليه الغدر؟ هذا اطفال، ناس ماشيه في الشارع، نساء كبار في السن بتحركوا، ايش عمليه الغدر هذه؟ لو وقتيش احنا بدنا نضلنا زي هيك؟ قول والله يرحمك، قول والله يرحمك. وين البنات التنتين؟